يا مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان بتشاهدونا النهارده. حقيقة النهارده يعني الخميس ده والخميس اللي جاي اذا تأنى الرب في مجيئه وعشنا وابقانا في الوجود، حقيقة نفسي قوي ان احنا نحتفل اولا بان السنه خلاص على وشك الانتهاء. حد يصدق 2018 خلاص هي 10 ايام حاجه زي كده، ونستقبل 2019 وكمان اعياد الكريسماس. زي ما انتم شايفين الشجره موجوده النهارده في الاستوديو وعرف كمان الضيوف، يعني بجد وقت جميل جدا لينا مع نهايه السنه ومع ميلاد الرب يسوع المسيح له كل المجد. معانا ضيوفنا الغاليين، احب اعرفكم عليهم لانهم هنستمتع قوي النهارده بجد امام الله. ما تمشيش كده من قدام الشاشه وخليك كده معانا وشوف الساعه ونص وتليفوناتكم الجميله هنستقبلها، بس ادونا الاول ربع ساعه كده ماشي، ربع ساعه وتحت امركم في كل التليفونات، وخليه يعني ايه يكون عندكم صبر وتستنوا ما تتضايقوش، وان شاء الله يدينا الرب ليله انا هسميها كده ليله السماء على الارض. امين يا احبه. طيب معانا ضيفنا الغالي الاخ امير فوزي، اهلا وسهلا بيك حبيبي يا سيسنا. اهلا وسهلا بيك خادم الرب الجميل وكل المشاهدين طيبين، ربنا يباركك يا حبيبي يخليك. ومعانا الاخ ايمن منير، اهلا وسهلا بيك اخ ايمن. ازيك؟ اهلا بيك يا ابونا، اهلا بيك. الاخ ايمن مرنم، يعني انا كان ليا خبره معاك كتير قوي في الحياه، شرف ليا يا ابونا، ربنا باركنا جدا. ومع الاخ امير بجد يعني شباب بجد فيهم مسحه غير عاديه. وانت شباب انا ببص لكم كده بجد بجد في مسحه غير عاديه. شكرا لمنزوعك يا ابونا. جايب لنا مجموعه ايه ده، كلهم منيويه؟ ما بين وبين ما بين وبين. ما تحبش تعرفنا فيهم يا ايمن؟ اتفضل. اخويا بنوب على العود، اخويا مجدي على الكيبورد، اخويا يوسف على المين كيبورد، اخويا كورولوس على البادز. يا رب احفظ اساميكم يا رب. كلهم من يوي حلوين يا ابونا. كلهم من يوي حلوين. يا اخي طلعوا اشعاع لك المسيح من المنيا، معرفش ازاي. مش اشعاع. ربنا يبارككم حقيقي. النهارده عايزين نتكلم بجد، يعني زي ما حضراتكم شفتوا العنوان يعني اللي كان موجود معانا والاخ ايميل فوزي مع الاخ ايمن منير، يعني هيشاركونا ويساعدونا نتكلم عن اوتاد للسنه الجديده. طيب هنشوف يعني ايه ونتكلم مع بعض. ايه رايكم ندخل الى حضرته بترنم وناخد وقت عباده مع ايمن والمجموعه الجميله اللي معاه؟ تيجوا بينا نعمل كده واعبد وانت معانا في اي مكان لو سمحت. حبانا المشاهدين الغاليين، كل سنه وانتم طيبين. مصدق ان وقت جميل باسم يسوع، باسم يسوع. المرأة المنحنية لما دخلت الهيكل كان بتدخل لمدة 18 سنة، دخلة منحنية وطلعة منحنية، لكن في ليلة مميزة شافها الرب له كل المجد، ومش وضع عليه ايد واحدة، وضع عليها كلتا يديه الاثنين، قوة مضاعفة. ارفع ايدك حبيبي، استقبل من الرب قوة مضاعفة، قوة مضاعفة. مكتوب في مرقس 10 لما الرب شاف الاطفال الصغيرين حضنهم وباركهم ولا مسهم باسم يسوع. اصدق في حضور مجيد في الحلقة دي يوجد الله لكل الذين يسألون. خلينا نبتدي ونقول له كلك مشتهيات يا حبيبي، تستاهل سجودي وطيبي، مجد واكرام عز وجلال ليك يا سيدنا الرب. خليني لما افتح عيني هللويا، خليني لما افتح عيني اول فكره يا رب تجيني اني اقوم واقعد وياك واسمع صوتك جوا كلامك، املى اليوم بصوتك وسلامك، تكشف ليا ايه جواك. كلك مشتهيات يا حبيبي، تستاهل سجودي وطيبي. كلك مشتهيات يا حبيبي، تستاهل سجودي وطيبي. بعود قدامك وارتاح تحت جناحك
هنا وفران بعود قدامك مرتاح تحت جنان حك غنى ده كلامك ده كلامك مش أي كلام بياخدني الخطوات قدام ويغير جهلي للنور ده طعامي وسط البرية سند قلبي حافظ رجلي ياخد عيني من المنظور كلك مشتاق يا تيحة حبيبي تستاهل سجودي وطيبي كلك مشتاق يا تيحة حبيبي تستاهل سجودي وطيبي بعود قدامك وردة تحت جينا حاج غنى وفرا بعود قدامك وردة تحت جينا حاج غنى وفرا هللويا دخلنا الليلة يا رب يا دخل المال
يسوع يا غالي على جبل عالي اللي فارق بيا حقق لي يا ناس حبيبي يا ناس حبيبي أبيض وأشكرك شفته هللويا لأن إله عظيم هللويا بجد فعلا هللويا. خدنا على جبل عالي امين وحقق لي امين يا رب امالي باسم ناس كتير قوي نفسها ربنا حقق لها امين يا رب الامنيات اللي ما حصلتش في 2018 تحصل يقول لك يمكن تيجي في 2019 امين 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 حسب مشيئة ربنا آمين. طيب احنا ماسكين موضوع اوتاد للسنه الجديده طب يا اخي ميل انت يعني تقصد ايه من العنوان ده هو الشاهد ايه بس ما ادينا هوشع 12 هوشع 12 طيب هوشع 12 وبطل السفر كله افرايم بيجي في عدد واحد بيقول افرايم راعي الريح ايوه مصطلح صعب جدا طبعا افرايم معنى اسمه الثمر المتكاسر او الثمر المتضاعف والرب هنا بيقدم له عتاب وعتاب صعب شويه فبيقول له انت بترعى ريح يا رب عايز تقول ايه قال كل ما هو مش من الايمان كل ما هو في خوف وفشل وضيق وياس واحباط وتسليم بالهم وبالوجع وبتقارير طبيه سيئه وكل ما هو من العيان ربنا بيلمه النهارده ويقول ده عباره عن ريح إذا كنت أنت بتتبناه في 2018 كلمة يرعى يعني يتبناه ناس كتيرة تبنت مشاعر صعبة في 2018 لكن في 2019 أول وتد ربنا بيقولها نحطه راعي بالإيمان مواعيد الرب العظيمة راعي كل ما للقوة كل ما للفرح كل ما للخير كل ما للسلام كل ما لنهضة الحياة يعني أنا النهاردة أسسنا متشجع أن الليلة هتبقى لذيذة باسم المسيح يسوع أمين يا رب ممتعة لكل سامع وسامعة ربنا بيوجه القلب النهاردة بيقول ما تخافش من اللي فات كل اللي فات هلمه ما تخافش من اللي وقفك ولا اللي وجعك ولا اللي أحناك ولا اللي كسرك ما تخافش من اللي أحناك وبكاك من اللي شايلك الهم واحد ربما بيشاهدنا النهاردة يقول بس كان في أحداث فعلا صعبة أيوة لكن في 2019 سنراعي كل ما هو باسم المسيح لخيرنا وسلامنا وفرحنا وانطلاقتنا فالوتد الأول اللي هندقه عشان الخيمة بتاعتنا تتقل خيمة الإيمان وخيمة الحياة صدق إن ربنا معاك بيد قوية صدق إن يدخل معنا 2019 صدق إن سنة حلوة إحنا عايزين نقول كلنا في الاستوديو سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة باسم المسيح أمين يا رب سنة حلوة سنة مجيدة وسنة مليانة بالخير وسنة مليانة بالرفعة وسنة مليانة بالمتعة الإلهية وطبع علينا كلام مزمور 37 وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك اجعلها لذة الكلام يعني كلام تحس ان في امل كده امين اللي بيقولوا امين يا رب إميل. امين امين لا في وبعدين انا عاجبني قوي فيك انك يعني بتقول بحماس ان الوضع اللي كان في 2018 يتغير بتقول لنا هيتغير امين امين يا رب امين يا رب انا انبسطت قوي بجد لما بسطه مصريه طبعا مش علاقيه مش علاقيه انبسطت قوي لما حضرتك بتقول بتحكي وتقول يعني ان ايه اذا كان حد جرحك ايوه ابكاك ايوه يعني ممكن يكون حصل كده طبعا طبعا مع حد المشاهدين حد طبعا فضل يضايقه لغايه ما بكاه ايوه
ده بيسمعنا دلوقتي بيقول مش عايز كلام من فضلكم، مش عايز كلام. والناس عايز اقول لك الكلام ده، يعني هم تعبانين يعني، وجع وتعب وبكاء ودموع غزيره كمان يا اسيس. يعني انا اعرف احباء في كل العالم بنعمه الله بكى بس النهارده طمنه، الرب هيوقف كل لغه دموع. مجدا للرب، امين. طب احنا بنحط الثقه دي يعني باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، يعني الثقه دي جايه من اسم الرب يسوع المسيح. امين يا رب، ان آمين. ربنا ينقلنا النهارده. امين امين. سنه جميله كده. انا امبارح كنت في اجتماع كان في ناس بتبكي، بس بكى بقى من نوع تاني، بكى ان هنمسك بالمواعيد وهنفرح وننطلق ونتقدم وندوس وندوس على كل اللي واجعنا في 2018 والسنه من قبل ما نبداها باسم المسيح. شايفينها يا رب مش بالعينين دي لكن بعين الرجاء، انها تبقى مليانه بيمين الرب الحافظه اللي هتحمينا وتشجعنا. يا رب اطلقنا باسم المسيح. امين. واطلقنا انطلاقه مجيده باسم يسوع. التليفونات بدات طبعا. اوه بيحبوكم طبعا، ومش قادرين بيتضايقوا لما نسيبهم كتير. طب ينفع ناخد تليفونين؟ اتفضل. الو الو. ايوه يا اخي باسم، اتفضل. شكرا. اتفضل يا باسم. ايوه ايوه. انت على الهوا، سيبك من التلفزيون. ايوه مع سيبك من التلفزيون وخلينا في التليفون. ماشي. مساء الخير. مساء الخير. مع امي بس كانت عايزه اطلب صلاه من حضرتك. اي اتفضل. يا معاك ايه؟ ايه طلبت الصلاه هي اتفضلي. مساء النور، اتفضلي. انا تعبان اصدق، عيني حرقاني وكل دكتور اللي روح يكون عندي قضمون ومشبرين علي كده، عايزهم بس صلوا لي عم تهد علي وتضرب. امين 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 امين. هنصلي لاجلك ضروري، والاخ ايميل والاخ ايمن اكيد هيصلوا معانا طلبات الصلاه كلها في نهايه الحلقه اكيد. نهايه الحلقه. طيب اذا قلت لنا اني يعني انا حابب قوي برضو ان يعني نسمع كلام حلو جميل كده من كلمه الله، ان نودع سنه فيها الم. امين. صح كده؟ ايوه سيس. فده اول عدد. احنا ملقبين سيسنا في زكريا 9 ان احنا اسرى الرجاء. انا المصطلح ده نفسي اقوله في كل وعظه وكل حلقة وكل مرة بقعد فيها قدام مشاهد ومشاهدة. احنا أسرى الرجاء، يعني مش عايزين أي لغة فشل أو يأس أو وجع ولا خوف تتحكم فينا، لكن كسر أحكام سلبية يا رب، وادينا وتد يقول إن الرجاء بيفتح كل الأبواب، واللي جاي علينا أعظم في المسيح. أمين أمين أمين. نقول كده الآية دي مرة تانية ممكن؟ احنا أسرى الرجاء. يا أسرى الرجاء ارجعوا إلى الحصن. زكريا 9 احنا أسرى الرجاء. الرجاء أسير الرجاء، يعني الذي يمتلك الرجاء، الذي يتمتع بالرجاء، وكأنه عبد للرجاء. أنا بملك الرجاء، فالنهاردة رجاء وبكرة رجاء وبعده رجاء وكل أيام رجاء و2019 رجاء وكل أحداثها رجاء باسم الرب يسوع المسيح. أمين باسم يسوع. فده العدد الأولاني ده. إفرايم راعي الريح. راعي الريح. فهنحوله، هنقول علينا إحنا سنرعى كل ما هو بالإيمان وبمواعيد الرب وبالرجاء. مجدا للرب. مجدا مجدا للرب. طب الـ الاخ ايمن، كان في وعد من الرب ليك في 2018؟ كان في فعلا الرب اداك وعد في 2018. كان ايه الوعد؟ تحب تشارك بيه؟ ايه الوعد؟ احب اشارك بيه. احب اشارك بيه. انا عايز اقول لاخواتي المشاهدين الاحباء، الاستوديو مليان من حضور الله. واخواتي الجمال حط الاسيس سمير والبركه. اخويا اميل، احنا فرحانين بالسنه الجديده باسم يسوع. باسم يسوع. ونفسي اقول لكل اخواتي المشاهدين، لا تقبل امرا كاذبا باسم يسوع. لا تقبل امرا كاذبا، ويكون الغد هكذا اليوم عظيما بل ازيد جدا. عايز اشارك كل واحد بوعد، انا اسير قدامك الهضاب امهد، اكسر مصاريع نحاس، اقطع عوارض حديد. أنا نفسي أرنم ترنيمة جميلة، ينفع يا أبونا؟ نفسي أشارك كل واحد وأقول له كده. يعقوب كان بيقول كده في تكوين 48، لم أكن أظن، بيقول لي يوسف كده، أني أرى وجهك، لكن الله أراني نسلك أيضا باسم يسوع. أمين. ارفع ايدك قول ابدا مش هيكون الغد يا رب. استمرار لمبارح. انا بستقبل زمن مجد، زمن تعويضات باسم يسوع. يا رب. لا للفشل، لا للفشل، لا للانهيار. تعال
تعالوا نرنم الكلمات الجميلة دي ونتشجع بيها. يا رب زمن حلو علينا يا رب. يا رب يا رب اسم المسيح. أبدا مش هيكون الغد استمرار للبارح. أنا بستقبل زمن الهجوة زمن الظل ده رايح. أبدا مش هيكون الغد استمرار للبارح. أنا بستقبل زمن المجد زمن الظل ده رايح. الله هيعوضني ماضي يفتح لي كنزه يشبع نفسي المشتهي يملاني بخبزه. الله هيعوضني ماضي يفتح لي كنزه يشبع نفسي المشتهي يملاني. هللويا. أبدا مش هيكون الغد استمرار للبارح. أنا بستقبل زمن المجد زمن الظل ده أبدا أبدا مش هيكون الغد استمرار للبارح. أنا بستقبل زمن المجد زمن الظل ده رايح. ينكسر النير اللي علي ويتقطع روبوتين بخطاوي مجد وحرية دايما رح خطين. ينكسر النير اللي علي ويتقطع روبوتين بخطاوي مجد وحرية دايما. هاليلويا. أبدا مش هيكون الغد استمرار للبارح. أنا بستقبل زمن المجد زمن الذل ده رايح. أبدا مش هيكون الغد استمرار للبارح. أنا بستقبل زمن المجد زمن الذل. ثقتي ثقتي في خمر وزيت الروح يشفي لجراحي بكيان مشفي وقلب طموح هتلاقي المجاحين. ثقتي في خمر وزيت الروح يشفي لجراحي. هللويا. بكيان مشفي وقلب طموح هتلاقي المجاحين. أبدا مش هيكون الغد استمرار للبارح. أنا بستقبل زمن المجد زمن الذل ده رايح. أبدا مش هيكون الغد استمرار للبارح. أنا بستقبل زمن المجد زمن الذل. كل بنا كل بنا سادوا الخراب بحياتي هيعمر والخير جاي زي سحاب على أرضي مطر. كل بنا سادوا الخراب بحياتي هيعمر والخير جاي زي سحاب على أرضي. هاليلويا. أبدا مش هيكون الغد استمرار للبارح. أنا بستقبل زمن المجد زمن الذل ده رايح. أبدا مش هيكون الغد استمرار للبارح. أنا بستقبل زمن المجد زمن الذل ده رايح. أستطيع كل شيء سيراني سالي لا سالي الأول.
المعيا قدرة العديم تعديم القوة شدة يعطي للمعيا قدرة العديم القوة شدة حقيقة يعني شدني قوي عبارة في الترنيمة وانت بتقول مع كلام أخوي الأخ المحبوب الأخ إيميل أتى زمان التعويضات يا رب يا رب يا رب يا رب مشتاقين لزمان التعويضات يا رب بجد مش كده يا أخي إيميل أمين. طب إيه رأي حضرتك يعني لو تدينا شوية توضيح في العدد الرابع أمين. طب ناخد تليفونين لان احنا ايه يعني ما خدناش غير تليفون واحد بس حضر نفسك للعدد الرابع ينفع كده؟ طيب الو الاخت فلورا اتفضلي. ايوه اخت فلورا اتفضلي. نشكر ربنا اتفضلي. كل سنه وانتم طيبين. الفريق الجميل خالص والضيف اللي كلامه زي الشعر ده اللي زلتان نظر على الدنيا والوقت كان مستعدان نستير وطلب من أمور الحياة تعالى. هللويا ربي يباركك. نعم يا جماعة ربنا السنة وجبتونا بس بقى ما يفضل عم تعملوه ده ايه الحلاوة دي. ربي يباركك ربنا يبارك الاستماح ويبارك البرنامج كله ويبارك الإخوة المستقبل في الدنيا بينا وكل سنة وانت بصحة وسلام. وانت طيبة أخت فلورا وكل سادة مشاهدين ربنا يبارككم كل سنة وانتم طيبين كلكم. طيب معانا تليفون تاني الأخ سعد تفضل. أخ سعد سعد شفيق من إسماعيلية. أيوة طبعا سعد شفيق من إسماعيلية تفضل. أخ سعد شفيق في البداية تهنئة خاصة لقناة الكرمة. أمين. وتهنئة خاصة لحضرتك شخصيا. ربنا يبارك حضرتك لجميع الموجودين أخي أمير والأخ أيمن والإخوة. أمين فضل. أنا بعطيهم التهنئة من كل قلبي. شكرا. ربنا يبارك حضرتك. شكرا. التهنئة لكل العالم على جميع مستوياته ومعتقداته. أمين. اللي يكون مضيء السيد المسيح هو مضيء النور للعالم لأن مضيء السيد المسيح غير التاريخ العالم كله واتعمل التحويل بتاع العالم كله هو ميلاد السيد المسيح. فده يعتبر شيء من المعجزات. ربنا يبارك. حضرتك أسيس سمية هي رسالة. اتفضل. أي حد زعلان من حد صالحه. أي حد أغضبك اديله غفران من قلبك. أمين. أمين ربنا يباركك. في قلبك. أي انتصار في قلبك. أيوه أيوه. وقف وكلمه. أمين. لو اتأخر عليك ما تنزعجش. لو زادت عليك الضربات اعرف ان هو بيجربك يشوف ايمانك هتمشي فيها اللي هتسيبه. اي بيت في سكون في صمت يدخل فيه المسيح يملى البيت ويرفع عنه اي تفايه في الحزن او الكراهيه. امين. اشكرك. اي اخوات متخاصمين اي اقارب متخاصمين اي اخوات بيرجعوا للمحاكم لا الحاكم هو المسيح. أمين. اللي هيحكم العدل هو المسيح اللي هيجيب لك حقك هو المسيح. سنه جديده يا رب سنه جديده على المصريين يا رب يا رب يا رب. امين. عن حال العالم يا رب. سنه جديده بلا حروب سنه جديده بلا دماء سنه جديده وقلوب صافيه سنه جديده وكل الناس ما بقتش تقرا الانجيل. في فرق بين نقرا الانجيل وفي فرق بين احفظ اللي موجود في الانجيل.
ايوه في سرد النهار على من عتاب الايه في سرد النهار افتح الانجيل يمسكه بايده واقرا الايه اللي موجوده في الكتاب. اتمناها سنه سعيده، اتمناها سنه خير السلام، اتمناها سنه مخالقه، رب يباركك يا اخي سعد. دايما كلامك يعني دايما كلامك بيبقى حلو ومشجع لينا. الرساله وصلت، شكرا وانت طيب. امين يا رب، امين يا رب. زي ما قال اخي سعد احنا برضو بنكرر ونقول كل سنه كلكم طيبين في اي مكان بتشوفونا النهارده او هيشوفونا في الاعاده كمان، وكل سنه وبلادنا كلها طيبه. طيب معانا الاخ شادي فادي. معانا الاخ فادي. الو. ايوه اخ فادي اتفضل. خير، ازيك يا ابونا؟ ازاي حضرتك؟ سلام لحضرتك والاخ ايمن والابي رجل الله الاخ ايميل. شكرا حبيبي. الحلقه الممتازه والرائعه، وكم اثرني التعبير حقيقي اثر الرجاء يعني. فعلا لا تعبير فعلا انا اثرني شخصيا حقيقي. ربي يباركك حبيبي. سلام جديد على الكتاب على طول، ويعني تاملت فيه من الثاني يعني حقيقي. وشكرا لك للحلقه الجميله، وبصلي كده تكون رجاء لكل شخص ولي شخصيا، وبنشكركم وبنصلي استخدام الرب ليكم في 2019. شكرا شكرا يا فادي حبيبي. باركك الرب. شكرا شكرا, شكرا ليك ولاجل محبتك. فعلا تعبير اسر الرجاء انا شدني يعني، انا سمعته كتير لكن بيقولوا ايميل انا راح شدني مع حفظ الالقاب. ماشي حبيبي حبيبي. يعني احس كده ان ايه ان فعلا في رجاء في رجاء. طيب قبل ما رنم تاني يا اخي امين، انا نفسي قوي تتامل لنا في عدد 4 من نفس الاصحاح. امين. الوقت انا عاجبني عدد 4 ده. عدد 4 جاهد مع الملاك وغلب، بكى واسترحمه. الوتد الثاني ربنا بيقول 2018 في ناس اتكسرت، لكن في 2019 في ناس هتبكي فتغلب. سنبكي فنغلب. انا عايزك تكون بالراحه معايا. حاضر اخذ بالراحه معاك. 2018 ايه اللي حصل؟ في ناس بكت يا أستاذ، بس بكى اللي هو بكى وانا واحد منهم بالمناسبه والاستسلام يعني. طب 2019 2019 نوع البكاء هيكون مختلف، بكاء عشان نمسك في الرب فنغلب غلبه عظيمه باسم المسيح. امين يا رب امين. نوع البكاء يختلف، نوع البكاء هيبقى في بكاء بس مختلف. مختلف في 2019. في 2018 بكينا على ظروفنا وبكينا من اوجاعنا وبكينا من تحدياتنا، في 2019 ايوه هنبكي امام السيد اللي هيرفعنا، اللي هياخد بخاطرنا، اللي هيشددنا. انا عندي ايمان ان الوتد ده الوتد ده هيرفع ناس كتير. في حد بيسمعنا دلوقتي يقول اصل انا كل حياتي فيها انكسار وهزايم وهزايم وهزايم. امانه امانه، ربنا هيلم كل الهزايم، وهتكون حياتك في 2019 غلبه وفوز ونصره باسم المسيح يسوع. امين. طب معلش راجعني تاني. اتفضل. انا من نوع بحب ايه يعني افهم كويس. اتفضل. فاحنا قلنا اول وتد دوس الاكاذيب. دوس الاكاذيب. الاكاذيب اللي جايه منين؟ اللي جايه من ابليس، اللي جايه من الدنيا، اللي جايه من الظروف. كل ما هو ريح دوس، ادوسه. كل ما هو تقرير طبي سيء. وهقدر اعمل كده يا ايمن؟ نقدر ندوس نعمل بالإيمان. كده نقدر نعمل كده يعني ندوس نقدر بالإيمان. ندوس فعلا. ده في مريض بيسمعنا دلوقتي باسم الرب يسوع عنده تقرير سيء، لكن هيرفع التقرير ده قدام ربنا وهيقول اليوم مش مصدق المكتوب فيه، أنا مصدق قول الرب بالإيمان. مجدا للرب. يقدر الرب يعمل كده. طب إيه رأيك يا أخ إيميل لو تبص الكاميرا بتاعتك وتصلي لمدة دقيقة واحدة مع المريض اللي أنت بتقول عنه ده؟ يا رب أنا بصلي باسم المسيح يسوع لأجل كل من هو محتاج، لأجل كل من هو معوز، لأجل كل من هو مريض، لأجل كل من هو منحني، لأجل كل من انكسر. بيرفع بنرفع كلنا النهاردة كل ألمنا وأوجاعنا وأمراضنا، مش مصدقين غير بالإيمان اللي لنا فيك شفاء يا رب. منتظرينك ومنتظرينك في 2019 تصنع آيات الإبراء. بصلي باسم المسيح النهاردة وتد الوتد يا رب. كل ريح ضدنا تنكسر يا رب، كل ريح ضدنا تنكسر يا رب. بالإيمان سنراك، بالإيمان هناخد منك يا رب، وبنؤمن إن هنبكي هنبكي، بس هنبكي بكى الإيمان اللي هيغلب.
هنغلب في 2019 هنغلب في 2019 هنقوم في 2019 سنفوز بك في 2019 هندوس على كل مآسي الدنيا في 2019 هنعلم بكل يقين العلم أن ولينا حي باسم المسيح. هللويا آمين 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 مجد للرب. نرنم يا حب مجد للرب. أنا نفسي أقول له كده، أنا هغلب ضعفي ومرضي وخوفي بإيماني بإيماني. بفتكر حاجة حلوة جدا يا بونا في ملوك الثاني 19، جه الشرير سنحريب يعير حذقية ويقول له كده لا يخدع عنك إلهك الذي أنت متكل عليه، ويعدل له 5 ملوك ويقول كل دول أنا انتصرت عليهم وأنت هتكون زيهم، هتنجو أنت. لكن كان وعد الرب لي، هكذا قال الرب، هكذا قال الرب، لا يدخل المدينة لا يقيم فيها مترسة لا يرمي فيها رمح باسم يسوع. ورب يقول لكل واحد كده، وأنا أحامي عن المدينة وأنا أحامي عنك وأنا أحامي عنك، ويكون إنسان كمخبأ من ريح كستارة من السيل. أنا عايز أقول له زي ما أخويا القديس أخويا إميل بيقول كده، وقع تاني، وقع مختلف، حتى لو كانت غيمة قدر كف، نقول كده مع إلي انزل واشدد لألا يمنعك المطر. في مطر، في مطر باسم يسوع. أنت وعدت إنك تديني واقع. يعني في تليفون جه من أمريكا ومستنين كتير لأنه دولي، ينفع ناخد التليفون ده؟ يا بونا طبعا ونحضر ترنيمة كده. أيوة يا أخت أم عادل اتفضلي. احنا اتفضلي يا أم عادل اتفضلي. ان شاء الله كل سنه وانت سالمين، لاني بفرح بس افتح اشوفك. ربنا يبارك حضرتك اتفضلي. عندك مشاركه او حاجه عايز تقوليها؟ بدي اشارك صلوا من اجلنا. امين. حاضر حاضر. الاخ ايميل فوزي، الاخ ايمن، اذا بدي اتبرع بسيط، كيف الرقم، كيف حضرتك قناة الكارما في تليفون تحت كده، هتلاقي تليفون قناة الكارما يبتدي بسبعة، يبتدي بسبعة، افتكر كده 7-1 تقريبا 4، اتصل بيهم وهم يقولك تعملي ايه بالظبط. ايوه هم يعملوا كده. ايوه على الساس. ربنا يبارك حضرتك وكل سنة وانت طيبة، كل سنة وانت طيبة. الاخ ملاك، الو. ايوه اخ ملاك تفضل. مساء الخير. مساء النور تفضل. اللي كده ربي يبارككم جميعا. انا للاسف ما اعرفش حد فيكم. معلش ولا يهمك، احنا بنحبك. بنعرفك. نعرفك يا حبيبي. بس انا اخو مجدي اللي بيعزف اوردي مع حضراتكم. طيب. هما في 2، انا واحد بدقن ولا من غير دقن؟ لا من غير دقن. اللي من غير دقن. ماشي. اهلا بك. ربنا يبارك حضرتك. ربنا يباركك. طيب. كل سنة وأنت طيب. وحضرتك وحضراتكم خير جميعا يا رب. يا رب. أنا بقول لرب يبارككم، وأنا بصراحة أول مرة أشوف القناة زي ما أخويا مجدي، وأنا بقول له أنت نافع عليا وربي يباركك فيها. أمين. نشوفك كل خميس 9:30 على قناة الكارما. والإعادة يوم السبت كمان الساعة 3. طيب نرنم تنيمة يا أخي أيمن. أنت وعدت تديني واقع تاني. أنت وعدت إنك تديني واقع تاني. بحب الترنيمة دي أوي. وإحنا بنحبك يا أبونا أوي. أنت وعدت إنك تديني واقع تاني. أمين. أي أمين. بس هيدينا واقع تاني يا خميس. أمين يا رب. هيدينا واقع تاني. اسم يسوع. انك هتفرح قلبي تاني، وانا مستنيك.
رغم الظروف رغم الليالي انا مستنيك رغم الظروف رغم الليالي الناس قالوا لي ازاي اتصدق عداني يمكن ممكن يحصل ممكن لا يمكن الناس قالوا لي ازاي اتصدق واقع تاني يحصل يمكن لا يمكن تعالى لكني سامع صوت في قلبي ملكياني صوت واضح اقوى من اي واقع لكني سامع صوت في قلبي هللويا اقوى من اي واقع هو اللي بيدعي الغير موجود كانه امامي هو اللي بيدعي الغير كأنه أمامي أنا هغلب ضعفي ومرضي وخوفي إيمان هللويا وأصدق في المجد اللي جاي ومش هداني أنا هغلب ضعفي ومرضي وخوفي بإيماني وأصدق في المجد اللي جاي ومش هداني أشيل عنه وأنبس كل أحوالي ولأنه معايا فجر جاي بالأمان أهدم واهتف لاسمه كل احوالي ولانه معايا فجري جاي بالاغاني ولانه معايا الخير والرحمه هيتباع هللويا ولانه معايا الخير والرحمه هيتباع انا مستني انا مستنيك رغم الظروف رغم الليالي انا مستنيك رغم الظروف رغم الليالي انت اللي بتدعي الغير موجود كانه امامي انت اللي بتدعي الغير موجود وكانه امامي امين يا رب امين مجد للرب انت اللي بتدعي الغير موجود امين يا رب امامي وكانه امامي ايوه يعني غير موجود كانه امامي ايوه يعني أيوة. انا نفسي قوي يعني حضراتكم بجد تشاركونا بحاجات حصلت لكم عمليه في 2018 وتعبتكم بلاش تفصيل قوي لكن ادونا كده الساده المشاهدين ونحب قوي يعني قول لي ايه اللي حصل معاك وطلعت منها ازاي او لسه ما طلعتش بس عندك امل او اختبار جميل لحد ممكن تكون سمعت ازاي ربنا اتمجد معاه في 2018 يدينا امل انتوا يعني بتحملوا لينا رساله الامل النهارده كل كلامكم بجد بيدفعني لقدام ويقول لي في امل امين في امل آمين. وفي تليفونات نعمل ايه في تليفونات في امل الو ايوه مين معايا الو ايوه يا جوي الو ازيك يا اخت جوي الحمد لله حضرتك عامل ايه نشكر ربنا اتفضلي انا بحب حضرتك جدا وبتفرج مع عمتك كبيرة اللي كانت عامله مداخله من شويه بتفرج على طول على البرنامج بتاع حضرتك وعلى انا بحبكم خالص واحنا بنحبك يا جوي انا صغننا وانا بنحبك كمان يا جوي انت سنك قد ايه يا جوي ايه سنك قد ايه انت سنك كام انا عندي 9 سنين 9 سنين طب كل سنة وانت طيبة يا جوي أكيد بابا وماما ناس كده حلوين ربنا يباركك وخليكي جدعة كده يا جوي ووظبي على الكنيسة ربنا يباركك بركة كبيرة قوي شكرا لتليفونك يا جوي الأخ عادل أهلا وسهلا بيك تفضل أيوة أيوة أخ عادل تفضل ألو ألو تفضل ألو تفضل ازيك يا سمير ازي حضرتك تفضل ما ادري اه انت على الهوا انت على الهوا يا اخ عادل بلاش التلفزيون بس انت على الهوا اتفضل هنسمع كلمه الاخت جوي لا ما خلاص ما انت قصدك تسمعنا من التلفزيون مالكش دعوه بجوي انت سيب التلفزيون بعيد وخليك في التليفون بالمناسبه جوي عادل يعني فرح فالرب يفرحنا كلنا اتفضل 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 امين ازيك يا استاذ سمير ازي اخبارك انا سعيد جدا اني سمعت صوت حضرتك شكرا ليك وكل سنه وانتم طيبين انت طيب طيب وربنا يجعلها سنه سعيده وسنه جديده علينا
وتكون بدايه لحياه جديده وحياه حلوه وعشره مع الرب. وانا مبسوط جدا للاخوه اللي معاك المغنمين. امين امين. شكرا ليك يا اخ عادل. شكرا ليك يا اخ عادل. شكرا ليك. شكرا ليك. الو. ايوه اخو وجي. بعد كده ناخد كده شويه وقت مع الاخ ايميل. ايوه ايوه اخو وجي اتفضل. مساء الخير يا اخ سمير. ازيك يا اخو وجي؟ الله يخليك. تحياتي ليك وتحياتي لضيفك الكرام. شكرا شكرا. لا تقول زودي بخير. ربي يباركك. ربي يبارك حضرتك. اقول كلمتين اثنين بس. سنين طويله مضت والرب محسن بيا. امين. كل يوم محمول على ذروه الابديه. سنين طويله مضت. كنتم بخير وانت بخير. امين يا رب. يباركك الرب يا اخ وجيه. كلام مشجع وفعلا سنين طويله مضت والرب معتني بيا. انت كلامك صح. رعايه وعنايه جميله قوي. نفسي اسمع بقى اختبار حصل في 2018 يعني لمسنا فيه الحكايه دي او لمسنا فيه سنده كده فجاه مثلا. اكيد طبعا اكيد اكيد يعني. امبارح شاركتنا اخت ايوه جميله من الفئه الجميله ان هي صلت من اجل ابنها 18 سنه وشويه شهور. فامبارح وقفت ومسكت المايك وابتسمت ابتسامه مع دموع وقالت انا صليت لاجله بس 2018 زودت الدموع فغلبت والدهون الرب في ايدي. فكل ما هنبكي الاجل والاجل والاجل يا اسيسنا كل ما نبكي الاجل ضعفاتنا الرب هيرفعها. كل ما نبكي الاجل زوينا الرب هيخلصهم. كل ما نبكي الاجل امراض الرب هيحطها في ايده يحبطها باسم المسيح. كل مشورات العدو لما نبكي لاجلها ربنا هيكسر كله ده. هيكسر كله ده. ايد الرب شغاله وايد الرب عندها استعداد تعمل العجب. هو ايه الصوت ده؟ ايد الرب عندها استعداد تعمل العجب. ايوه فالنهارده ربنا بيقول لكل واحد فينا ابكي الاجل والاجل 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 وانا سامع وشايف وحاسس وسانزل واصنع معاك الاعجاز باسم الرب يسوع. يعني كلامك فيه ثقه يا اخي ايميل. مشجع جدا جدا جدا. ربي يباركك بجد يعني. طب لما شاركتنا بانه بكى 2018 هيختلف عن بكى 2019. امين. بكى فرح 2019. بكى فرح. وقلت لنا ده الوتد الثاني اللي امين اللي احنا عايزين بكى من نوع خاص. بكى سماوي. ان في بكى الثقه. بكى دموع الرب بيخزنها وناوي يعمل اعمال عظيمه. ناوي يعمل اعمال عظيمه. ايوه. وشديت قوي بالتعبير او لما قلت في حد مريض وكل الاشاعات وتقارير الطبيه بتقول ما يئوس منها. ايوه. لكن صليت معانا وقلت ان في امل. امين. ان الله هيقدر يعمل كده. من كم اسبوع كنا بنصلي من اجل حبيب من الحبايب الرب مسك بالقضاء. مسك بالقضاء لصالحه. ففي ناس دلوقتي بتسمعنا تقول في امر انا مظلوم فيه، في امر ضدي ومعروض لدى القضاء في الايام اللي جايه. فصلوا لي. احنا نقول لك فعلا هنصلي لك وهنحطك قدام الرب، لكن انت لازم ترفع ايدك قدام الشاشه دلوقتي وتقول انا هبكي بكى الايمان اللي بيقول الرب هيحول القضاء لصالحي. الرب هيحول القضاء لصالحي. لصالحي. في عزرا 6 حول الرب قلب ملك اشور لتقوية ايادي شعب الرب في العمل. في ناس مظلومة كتير يا أسيسنا. في ناس بتسمعنا النهاردة وبتقول أنا مظلومة فأبكي أي دموع، دموع الظلم لا. ابكي ورجلك بتلمس الأرض وقول ولي حي. ابكي وقول الرب هيغير اللوائح لأجلي، مواد لأجلي، قضاء لأجلي. الرب مش هيسيبني باسم الرب يسوع. مش هيسيبني. يعني برضو من شوية قلت لنا في مريض وصليت مع دلوقتي تقول في حد طبعا وشايفنا دلوقتي اعداد 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 بتقول لي اعداد كتيره مظلومه. يعني انا الاسبوع ده في ناس بعتلي كم من الرسائل مظلوم وعليا دين وفي كذا امام القضاء وفي حاجات خاصه بالمراس وفي مال اتخذ مني وفي حق اتخذ مني ومش قادر مش قادر احتمل
وفعلا مش قادر يحتمل بالصورة الطبيعية، لكن ابكي وانت مش قادر تحتمل وقول حقي عند الرب. أشعياء 49 حقي عند الرب، أقول حقي عند الرب، عند الرب. تعالوا نرفع ايدينا كلنا ونقول حقوقنا عند الرب، حقوقنا عند الرب، واللي بيسمعنا واللي بيشوفنا حقوقنا عند الرب باسم المسيح يسوع. كل من لديه حق يا رب واتظلم فيه يا رب، كل من لديه رصيد واتخذ منه يا رب، كل من لديه قضاء للأيام اللي جاية، بنصلي باسم المسيح. ارفع المظلوم ورد اعتباره، ارفع المظلوم ورد كرامته، ارفع المظلوم وقول له ان دموعه تخزن عندك يا رب، وانك انت مش ساكت، لكن انت ستخرج يدك وتصنع العجب لصالح النفس دي. نؤمن في الحلقة دي، نؤمن في الحلقة دي ان بالإيمان سنبكي فنغلب باسم المسيح. آمين آمين آمين. ألو، ناخد معانا تليفون دولي. ألو، مجدا للرب. الأخ أيمن من أمريكا، تفضل. ألو ألو يا أخ أيمن، تفضل. أهلا وسهلا، مين معايا؟ الجسيس سمير. نعم يا فندم، تفضل. تفضل يا أخ أيمن. أهلا وسهلا، زي حضرتك. نشكر رب. أنا ما أعرفش الوقت إيه عندكم، بس أنا بمسي أو بصبح على كل اللي موجودين عند حضرتك. شكرا يا حبيبي. المرنم أيمن منير. أيمن، وبمسي على الفريق اللي معاه. أيوة. وبمسي على أبويا وحبيبي الأخ أمين فوزي. حبيبي ربنا يباركك، أهلا بيك يا أخوي أيمن. أيمن ربي يباركك، أهلا وسهلا بيك. هو افتكرك أهو. أيمن إزيك، وحشني يا جميل. يا ريس. ازيك يا حبيبي، ربي يباركك يا رجل. الله، انا عايز اقول شهادة على الهوى ان الراجل ده يا جناب الجسيس، بامانه انا مش قادر اوصف الراجل ده ايه، غير ان انا اقول ان اللي عايشه في الخفاء اكتر من اللي عايشه في العالم. تعيش يا حبيبي، ربي يبارك. لو في اثنين منه في مصر او في العالم، انا مش بكذب، كل هيجي للمسيح. ربي يباركك، شكرا ايمن، شكرا يا حبيبي، يباركك يا رب يا خيمة. كلامك جميل، يعني واحد عشت معاه وعشت وقتلت معاه وشربت معاه وشفت الراجل ده قد ايه كتر خيرك يا حبيبي، حي للمسيح. الله يباركك. كلامك، مش عندي مشاركات كتيره ولا اقدر اقول اي حاجه، بس بجد انا لما بشوف الراجل ده بشوف المسيح على الارض. ربي يباركك يا خيمة. وبالمناسبه كل سنه وانت طيب، وبقول لك اللي قلته على الاخ فعلا ايميل، كلامك صح. انا كمان بحبه بس اكتر منك. شكرا. الو، ناخد تليفون تاني. الو، مع الاخ حلمي. اتفضل اخ حلمي. ازيك اخ حلمي، اتفضل. مساء النور. الله يخليك يا ابونا. ازيك؟ كل سنه وانت طيب يا ابونا. وانت طيب، وانت طيب. طب ممكن ابونا اقول لك على حاجه كده؟ اقول انا من سوهاج، من مركز المراه. كل سنه وانت طيب. وانت طيب، وانت طيب. انا معايا مشكله، معايا مراتي ليها 15 سنه رمضانة، واحترت والدنيا قفلت في وشي كده، ومش عارف اعمل ايه. 15 سنه 15 سنه ايه يا اخونا؟ مريضه يا ابونا؟ 15 سنه مريضه؟ لا ولا حاجه، والجمامسه يعني مش جايبين مصلحه معايا خالص. لا لا، انا احنا ما سمعناش يا غالي. 15 سنه ايه؟ معنا. 15 سنه منفصله عنك؟ يا ابونا متعب، والحروبات شديده عليا قوي، هعمل ايه يا ابونا؟ طب اقول لك على حاجه، وانا اقول لك على حاجه، معلش حاجه بسيطه كده. حضرتك اولا تسيب نمرتك في الكنترول روم، والاخ ايميل هنديله نمرتك بعد الحلقه، واذا حابب يتواصل معاك. وكمان عندنا فريق، يعني فريق متابعه وتلمذه وكده، هيحاول يتواصلوا مع حضرتك. في حد هيكلمك، في اخ من الاخوه المحبوبين كمان مع الاخ ايميل، ونكلمك ونحاول نعرف اكتر، لان وقت الحلقه مش هيكفينا نسمع. امين. لا، الرب يباركك ورب يستخدمك. الله يخليك يا ابونا، الله يخليك. سيب رقم حضرتك. لا، ادي لمين يا ابونا؟ سيبه في الكنترول يا حبيبي، سيبه لدى الشخص اللي موجود دلوقتي معاك. ما تقفلش. طب واحنا هناخده. ما تقفلش بعد اذنك. الاخ شيكو المخرج بيقول لي ما تخلوش يقفل. ما تقفلش وهم هياخدوه. الو الو الو. ايوه يا اخي مين، اتفضل. الاخ
ازاي حضرتك؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. انت طيب حبيبي. انا بتصل بحضرتك لطلب صلاه، يعني زراع بشر. امين. زرع بشر باسم يسوع يعني. امين. ده ليك انت مش كده يعني؟ ليا انا. امين. طب هي مراتك جنبك ولا بعيد عنك؟ مراتك يرفع ايده دلوقتي. طب ايه رايك بقى الاخ ايميل يصلي معاك؟ ترفع ايدك كده وتصلي. ارفع ايدك يا اخويا. ايه رايك؟ وايمن وكلنا هنصلي معاك دلوقتي. يلا غمض عينك، ما تقفلش ما تقفلش بعد اذنك. الاخ ايميل هيصلي معاك. اتفضل يا اخي. يا رب كلنا رافعين ايدينا باسم المسيح يسوع. يا رب يسوع لك المجد. يا رب ان اخونا واختنا يشيلوا على ايديهم من عندك زرع بشر. يا رب لا بالقوه ولا بالقدره، لكن انت قلت البنين من عندك يا رب. رافعين ايدينا بنقول لك ان الطلبه دي غاليه غاليه غاليه. ادي عبدك منيه قلبه، فرح قلبه بيك وبإنتاجك يا رب من خلاله باسم المسيح يسوع. بانين من عندك، بانين من عندك، بانين من عندك يا رب. نؤمن نؤمن انك بتسمع وتستجيب. وليك كل التعظيم. امين. لك كل المجد. اسمع ترنيمه كده ايمن. هللويا. لمسني قوي احد المشاهدين من شويه وكان بيقول الكلام الجميل ده. سنين طويله مضت أيوة. والرب معتني بيا. اعتقد ان في نهايه سنه نرفع حجر المعونه ونقول الى هنا قد أعاننا الرب. أيوة أيوة. بفتكر الآية الجميلة اللي بتقول كده، تذكر أيوة. كيف صار بك إله كل هذه السنين. ثيابك لم تبلع عليك، أرجلك لم تتورم. أنا نفسي أقول الكلام ده. سنين طويلة مضت والرب معتني بيا. كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة بيقول كده، أسقيها كل لحظة لألا يوقع بها أحد، أسقيها ليلا ونهار. سنين طويلة مضت. اشكرك في ما وقت باكر ملك الملوك.
هللويا يا غالي علي. طيب انا عايزك اخ ايميل ربي يبارك حضرتك بعد ما ناخد تليفون من امريكا انا عايز حضرتك يعني انتوا محبوبين قوي تليفونات كتيره حبيبي انت جميل يا ابونا يعني ناس تليفونات لبرنامج برنامج فعلا رائع يا رب نفسي اشبع بجد نفسي يعني بجد انتوا يعني انا بفتخر بيسوع اللي فيكم حبيبي ربي يباركك شكرا يا سيسا مجموعه رائعه يديك نضاره يديك معونه دايما ورفعه نيجي لعدد سبعه فصح 12 ناخد فون بس بتوع امريكا هم يعني بيبقوا متضايقين لما يستنوا كتير على الخطوط اوكي ف طيب فعندنا العدد سبعه هو شيكو بيديني التعليمات اوكي اللي هو المخرج انا هنا ماشي شيكو بيديني التعليمات فبيقول لي ممكن نكمل شويه طب نكمل نجري بسرعه ناخد كده عدد سبعه كده سبعه الوتد الثالث في عدد سبعه ربنا بيقول مثل الكنعاني اللي بيغش واللي هو في السوق بيظلم فبيقول ان افرايم عمل زيه في الفتره الاخيره افرايم عمل زيه طب يا رب انت عايز افرايم يكون كده قال لا الكنعاني معنى اسمه التاجر الطامع وافرايم معنى اسمه الثمر المتضاعف ده حاله وده حاله ده دايره ودايره ده في السوق والعالم والدنيا والمال والتجاره وده في امور الرب والعلاقه والشبع الروحي فالوتد الثالث ربنا يقول طلع الناس من حساباتك وطلع سوق الدنيا من حساباتك تقدس ليا تخصص ليا 2019 ربنا عايز ينفرد بينا ينفرد بشعبه ينفرد بكنيسته ينفرد بكل جماعة مؤمنين وكل مدبري خدمة أنينا يا أسيس نسيبنا أقول اللفظ ده ألا أقول احنا في 2018 وصلت كم من الأنين في داخل كم من الكنائس عمالين يقولوا هتستمر كده فالرب يقول لا أنا في 2019 هملوا الجماعات وشبع نفوس بيا وفرح قلوب بيا وعز قلوب بيا واخد بخواطر وادفع للامام وتبقى سنه انطلاقه ايه اللي هيحصل هيقدسنا الرب امين يا رب شوف التعبير اللي قاله في تكوين 32 بقى يعقوب وحده صارعه انسان ايه يا رب انا عايز اخصصكم بلاش السوق يدخل للكنيسه اسف في اللفظ بلاش طريقه الدنيا تمشي في الكنيسه يا رب بلاش طريقة الدنيا تمشي في الكنيسة أنا مش عايز أقطعك بس ده بتقول كلام كبير قوي يعني إيه تدخل الدنيا في الكنيسة يعني ربنا عايز مؤمن ما يخلطش أمين أنت إفرايمي ما تبقاش كنعاني شوية وإفرايمي شوية ما تبقاش قلب كده وقلب كده سنة كده وسنة كده أنت للرب مكتوب عليك مخصص مقدس للرب أمين. خليك للرب في 2019 ربنا عايز يختم من جديد يقول حبيبتي جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم أمين يا رب يا رب ادهم لنا دول وضحهم شوية دول لو وضحهم سنة المشاهدين يعني أمين أنت لو قلت يعني ربنا عايز يقفل على كل العالم يخش بالنسبة لنا جنة مغلقة أيوة عين مقفلة تتقفل عن العالم مغلقة ما يخشهاش غريب بتاعت الرب وبس يمر فيها الرب بس يشتم في المؤمن رائحة جميلة يشتم في العبادة الصلاة خدمة فرح فلا تكن إلا فرحا أمين. نشوف أيام مع الرب كده الرب يدخل لجنته زي ما بيقول حبيبي دخل إلى جنته يدخل لحياتنا كده ويشبع بينا ونشبع بيه جنة مغلقة أمين. عين مقفلة يعني ما تشوفش غيري حلوة دي مش عايزين نشوف غير الرب ولا عايزين نترمي غير على الرب ولا عايزين نشبع إلا بالرب ولا نمسك إلا بالرب ولا نفكر إلا في الرب ينبوع مختوم يعني ختم الرب بمية ودم الدم اللي سال على الصليب لينا ويطهرنا من كل خطية في حد بيسمعنا دلوقتي تعب من خطية يا أسيس تعب من خطية وبيتوجع دلوقتي بيقول أصل أنا يعني مريت بحالات إدمان وليا فترة طويلة مقيد مش قادر أعمل حاجة
أنا بشعر دلوقتي في قلبي وأنا بقول الجملة دي، ما فيش قوة هتحل قيود إنسان إلا الدم اللي سال على الصليب. مجدا ليك يا رب. اللي بيسمعنا دلوقتي ده لازم يرفع إيده ويصرخها صرخة من قلبه ويقول للرب كفاني لغة الدنيا وسوق الدنيا وتجارة الدنيا وإدمان الدنيا وتسلط الدنيا عليا. النهاردة هتطلقني يا رب، النهاردة بداية جديدة يا رب، النهاردة حياة جديدة، النهاردة فرحة جديدة. ارفع ايدك يلي بتسمعنا وقول للرب باسم المسيح اوقف نشاط الدنيا من عليا، اوقف نشاط السوق في حياتي، اوقف نشاط العالم يا رب، اوقف نشاط الإدمان يا رب، اوقف نشاط الخطية يا رب. من اليوم بداية جديدة، من اليوم حياة سعيدة، من اليوم هاجي عند الصليب واصرخ صرخة قوية جدا واقول لك خصصني ليك يا رب باسم المسيح، باسم يسوع. تتولد نفوس النهاردة يا أسيس يا رب. وبداية أمين. جديدة من بطن رب. السماء أمين. روح للدم والدم يغسلك ويفكك من كل خطية. أمين باسم أمين. يسوع أمين. أمين باسم يسوع. أعزائي المشاهدين الكرام، لو بجد بتصلوا مع الأخ أمين الصلاة وفي فعلا أصوات جميلة طالعة من جواك ونفسك قوي حد يصلي تاني معاك ويكمل معاك، لو سمحت سيب رقمك في كتر الروم عشان بعد الحلقة ممكن تلاقي ناس تكلم معاك وتصلي معاك، أو رسلنا على العناوين اللي موجودة والتليفونات اللي موجودة. أنا شعرك أخي أمين عمال توجه كلام لناس، تقول في واحد عيان بيشوفني، في واحد مظلوم بيشوفني، دلوقتي بتقول في واحد مدمن. انا حقيقي يا سيستر مقيد، صدقني انا حقيقي بروح القدس. اللي بشعر فيه بقلبي بعلنه انا تلقائي يعني. وحقيقي انا اؤمن ان في ناس بتسمعنا ربنا هيفكها فكه عظيمه في الحلقه دي باسم المسيح، وبدايات جديده وايام عظيمه في الرب جايه امين باسم يسوع. طب معانا تليفونات، ناخد شويه تليفونات كده. الو ايوه ايوه مين معايا؟ علاء، اتفضل يا اخي علاء، اسمعني من التليفون يا علاء بعد اذنك معلش، ابعد شويه على التلفزيون، اطلع من الصاله كده خش في الاوضه. بس يلا اتفضل. اتفضل يا علاء. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اتفضل. كنت حاسس بيك على شركه البرنامج ومحتاج فرصه صلاه من اجل اولادي. ايوه تمام، وعايز حضرتك تصلي بس من اخواتنا في الدنيا الاضطهاد والذل اللي هم فيه. ايوه أي. وربنا يجعلكم ان شاء الله كده نور لحياه اخرين وتكونوا امين على امين يا اخي علاء، ربي يباركك. هنصلي لاجلك. عايزين نصلي لاجل منطقته. هو منطقتي. انت الاخ ايميل، الاخ ايميل بيسالك وانت منطقتك فين؟ ساكن فين؟ انت من اسيوط. من اسيوط. امين، ربي يباركك. وهنصلي فعلا، عايزين في اخر حلقه برضه ناخد لنا ولو كام دقيقه كده ونصلي فعلا. معانا الاخ فهمي. ايوه اخ فهمي اتفضل. ايوه دكتور سمير، ازي الصحه؟ ازي حضرتك؟ انا مشتاق عليك خالص. وانا كمان اتفضل. برنامجكم حلو جدا جدا ومنورين الشاشه. حبيبي يباركك. الضيوف اللي معاك دول حلوين خالص جدا. انت عسل انت. الاخ نميل والاخ ايمن ربنا يباركهم. ربي يباركك. ومعنا برضو الاخ مجدي ابني. انا عندك عازف مجدي؟ ده مجدي يا جد. مجدي عسل يا مجدي، ربي يباركك. مجدي ربنا يباركه. مجدي فهمي ربنا يباركه. كل سنه وانت طيب. شويه يا دكتور. ايوه سامعك. ايوه سامعك. معايا المدام مريضه شويه وعايزك تصلي من اجلها. حاضر. الاخ ايميل مدامته مريضه ومحتاجه صلاه. حاضر. وكمان كل سنه وانت طيبين وانت طيب كده تبقى احسن سنه. امين امين باسم يسوع. امين. شكرا ليك، كل عام وانت طيب. الو الو الو. نرنم ترنيمة كده. أنا بضم صوتي مع حضرتك أخويا الجميل أخي أمير مع سنة قداسة. القداسة أنا نفسي قوي قبل ما نرنم ترنيمة بجد يعني وتجهزوها لنا، يعني أنا نفسي قوي إيه يعني يا أخي أمير تدينا كده سنة، يعني نفسي قوي أسمع من حضرتك برضو يعني إيه كلمة تشجيعية لو أنا فعلا مانيش عين مغلقه
ولا جنة مقفولة ولا ولا ولا. فالحاجات الثلاثة اللي انت قلتهم دول اعمل ايه علشان يعني اقفز في 2019 في الحالة اللي انت كنت بتكلمنا عنها من شوية؟ الرب عنده استعداد كامل اساسنا يعدم الماضي. احنا نرفع ايدينا كلنا بس عايزك بشويش اعدام عشان الماضي عشان السادة المشاهدين ورانا مع بالموضوع. اعدام الماضي واحد اعدام الماضي. الماضي هي دي الروشتة اساسنا. هي دي الروشتة هي دي اعدام الماضي. الماضي ما تخليش الماضي يمسك فيك. حاضر. انهي على الماضي خلاص. ووجه قلبك دلوقتي بقفزة ايمان وقول الرب مستنيني هيفتح ايده ويحضني ويقدسني من جديد. يبقى أنا نفسي اسالك بس كده واحنا على الهواء. اسال بالأمانة. فضل. انت ما نفسكش من جديد ربنا يوقف القيادات ويوقف المؤمنين ويوقف مدبرين الخدمه صفوف مقدسين جديده؟ امين يا رب. قول لي بس. قول لي. قول لي يا سيس. قول 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 قول. لا ما انا عايز اعرف بس نفسكش في كده هترجع الكنيسه عارف يوقف طبعا. امين كده يا رب. انا بتمنى وصفوف مقدسه وصفوف في كل بلاد العالم. امين. طب الحل ايه؟ يلا نقول النهارده اعدم لنا الماضي وارجع من جديد قدسنا. يعدمه شنقا باسم المسيح. الماضي خلاص ما نفكرش. يعني اللي بيسمعنا دلوقتي يقول اصل انا متشبك، اصل انا متورط، اصل انا تعبان، اصل انا في محنه، ارفع ايدك وقول كفى ما ولى، بدايه جديده بالايمان، الرب سيقدسني ويقدس شعبه. انا بعد من الماضي محتاجه كتير باسم المسيح. اعدم لنا الماضي اعدام كامل يا رب. يا رب اعدم لنا الماضي بكل ألمه ووجعه عدم قدسته. قدسنا من جديد كشعب ككنيسة في بلادنا المصرية في كل العالم. تعالوا نرفع ايدينا كلنا واحنا بنسمع الترنيمة اللي جاية ونقول للرب يا رب قدس شعبك من جديد. امين يا رب باسم المسيح. نسمع الترنيمة يا رب. هللويا هللويا يا رب. عبر
ناقش دنيا وتوب بنيتي ربي بنيتي ربي وشاء أن تتغير تتغير أحيا حياتي أحيا حياتي بشبهك قدوم اختم لي قلبي عليه فهو العار بكل وحيد بيني وبينك ملك يا قدوس بنيتي ربي وشهوة أن تتغير أحيا حياتي أحيا حياتي بشبهك يا قدوس اختم لي قلبي عنيد فهو العائق الوحيد بيني وبينك ملك يا قدوس 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 يسوع يسوع لهذا الإله العظيم القدوس اللي هيعرف يعمل معاك حاجة. أنا مشغول أتكلم معاكم الكلام ده مع نفسي أو أسيب يعني باقي الوقت الأحباء الضيوف، لكن أنا شعوري بالروح القدس زي ما كان أخي ميل من شوية بيقول ناس بتتفرج علينا ربنا بيقول لها النهاردة أنت هتتنقلي ايوه انت هتتنقل صدقني أيوة. انت هتتنقل نقله جديده نقله جميله قوي رب يعمل معاك عمل غير عادي في المراحل اللي جايه. طب روح القدس بيقول لك الكلام ده نقطه وابتدي من اول السطر يلا اقلب الصفحه لصفحه جديده استقبل امور عظيمه من قبل الله في 2019 باسم الرب يسوع المسيح. بالايمان ربنا هيعمل ناس شبهه من جديد. ايوه اكون شبهك يا رب. اختن قلبي انا مش قادر امسك دموعي يا اسيسنا اختن قلبي عشان قلبي اللي فيه العطل وفيه المشكله. يا رب يا رب من الليله دي اختن قلوبنا يا رب من الليله دي بدايات قويه جديده يا رب من الليله دي حفزنا يا رب من الليله دي قفزنا يا رب من الليله دي خلينا نصرخ كمؤمنين ونقول لك كل واحد فينا يقول لك وحشتي وعايز ابقى شبهك باسم المسيح. نفسنا نقولها مع بعضينا يا اسيس ان ربنا عايز يعمل ناس شبهه وكلنا هنقول النهارده ان احنا وحشنا يا رب عايزين نرجع لك. ايوه وكل واحد فينا يبقى شبهك. قلبي شبهك يا رب، سلوكي شبهك يا رب، خطواتي شبهك يا رب، ابقى مقدس لشخصك. قطع كل حاجه بتاخدنا منك يا رب، قطع كل حاجه احلتنا، قطع كل حاجه كسرتنا، قطع كل حاجه سحبتنا منك يا رب. اكسر السحب وابدا معانا بدايات مذهله. امين. وخلينا كلنا نرفع رؤوسنا من جديد ونقول أنا وراه واجذبني وراءك فنجري. أؤمن يا أسيسنا الرب هيكسر لغة كنعان. قولوا معايا أمين. هيكسر لغة كنعان وهيدينا لغة إفرايم سنثمر ويكسر ثمرها باسم المسيح يسوع. مجد للرب. لو عايزين نقول إحنا باقيين لنا خلاص أربع دقايق. أربع دقايق؟ طب أنا عايز أخد بقى الكلمة بقى الأخيرة دي أيام الموسم يا أسيس. طب تفضل. معلش في عدد الوتد الرابع ده مهم جدا. في عدد 9 الرب بيقول أنا الرب إلهك حتى أسكنك الخيام كأيام الموسم. وده الوتد المهم جدا الرابع. مشيئة الرب إن هيدينا أيام عيد جديدة. آمين. أيام الموسم يعني أيامنا اللي جاية أيام عيد. أيام موسم. أيام موسم. أيام موسم. آمين يا رب. ممكن كل اللي في استوديو أرفعكم وفرجكم واللي قدام الشاشة رجع لنا أيام الموسم، رجع لنا أيام الأعياد يا رب. اكسر كل وجع، اكسر كل أيام تحمل شكواها. في أيام موسم علينا وأيام موسم على بيوتنا وأيام موسم على الكنيسة وصحوة للكنيسة في بلادنا المصرية يا رب باسم المسيح يسوع. علوا الأصوات وقول إن الرب ناوي يعمل أيام الموسم. قولوا من فضلكم أيام الموسم. أيام الموسم. أيام الموسم. أيام الموسم. مزمور 30 عند المساء
يبيت البكاء. أيوة. وفي الصباح ترنم. نجد للرب. ترنم ترنم ترنم. أيام جديدة وحلوة علينا. أمين يا رب. أمين يا رب. أعزائي المشاهدين الكرام، كانت لنا حلقة جميلة قوي. قبل ما نختم بترنيمة مع الأخ أيمن، نقول لكم بجد ربنا يبارككم. أنتوا كنتوا يعني مشاهدين مشجعين لينا خالص، وكل عام وأنتوا طيبين كلكم. أخ أمين. الوقت طار ربنا يبارك مع المشاهدين. الوقت طار، انا عمال اقول عدى نص ساعه من الحلقه. ربنا يبارك. انت الوقت جميل. تحب تقول جمله الحبايب في الاستوديو؟ تقول جمله اخيره كده. انا اصلي باسم المسيح ان الاوتاد الاربعه دي تترسخ فينا، واللي جاي علينا اعظم من كل اللي ولى. امين. وايام موسم يا اخي ميلا، ايام عيد جايه. ايام عيد، انا لقلبي وحياتي في ايام حلوه جايه باسم المسيح. اعزائي وعلى المشاهدين، التقي بكم الاسبوع اللي جاي. كمان عندنا مفاجاه جميله جدا برضو، ما زلنا في احتفالات اعياد الميلاد. ربي يبارككم، كل عام طيبين. اتشجعوا اتشجعوا، صلوا صلوا بجد. هنرنم مع ايمن دلوقتي، والتقي بكم في حلقه جديده، واترككم في رعايه الله. هللويا هللويا، سنة مباركة باسم يسوع. هللويا هللويا، بركات بركات على راس السنين، بركات ترنيمات ترنيمات في خيام في الصديق. ترنيمات من الله أبونا في المسيح فدينا، من الله أبونا في المسيح فدينا، بالروح بالروح فوق عزينا. ربي واحد عطاء. هللويا. بركات بركات على راس الصديق، بركات ترنيمات ترنيمات في الكلام الصديق. السياج السياج حواليه، السراج ايديه، السياج حواليه، والسراج ايديه، واحتياجه واحتياج نسيه. ده في الهه، ده في الهه بنا. هللويا. بركات بركات على ضمان المصير والأمان المسير، له ضمان المصير والأمان المسير. راضي عنه راضي عنه القدير من صليب النجاة. هللويا. بركات بركات. هللويا. على راس الصديق، بركات ترنيمات 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 في خيام الصديق. ترنيمات بركات بركات على راس الصديق، بركات ترنيمات.